عقدت لجنة حقوق الإنسان بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مؤتمرا صحفيا لتناول نتائج أعمال دورتها 22 والتي استمرت لمدة يومين، وكانت مخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من المملكة العربية السعودية. عقدت اللجنة خلال تلك الفترة جلسة استماع مغلقة لعدد من منظمات المجتمع المدني، وذلك حسب الإجراءات المعمول بها في هذا الخصوص على مستوى لجنة الميثاق. شاهدنا ولمسنا أن المملكة العربية السعودية في تقريرها المقدم في هذه الدورة هناك اهتمام كبير وهناك إنجازات لتوصيات اللجنة في التقرير السابق. هناك توصيات صدرت في التقرير الدوري التقرير الأول، ولكن بعد ما لاحظنا التقرير الدوري المقدم في خلال هذا اليوم وجدنا جميع التوصيات السابقه قد نفذت كامله وتم الانتهاء منها. كل الاعضاء يعني لاحظوا وشاهدوا التغير والتطور في تقرير المملكه العربيه السعوديه، خاصه ان هناك عندهم 96 هدف قاموا بالعمل عليه، وهناك رؤيه 2030 نقدر نقول انهم انجزوا هذه الرؤيه قبل وقتها.